بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا اخوان راح نتكلم عن صيد الحيوانات. طبعا الكثير منكم نفسه يتعلم كيف يصيد الحيوانات الموجودة في عالم فورتونا، فاليوم هذا الدرس راح يكون تلبية لطلبات الكثير منكم. واول شيء لازم تكون تقدر تدخل العالم الخاص بفورتونا وتخلص جميع الكويستات الموجودة فيه، بعد كذا تضغط على زر اوبشن، بعدين تختار فاست وتروح عند شخصية بزنس. طبعا هذه هي الشخصية يا اخوان الظاهرة امامكم. اللي يهمنا يا اخوان من الاشياء الموجودة امامكم او الاختيارات الموجودة امامكم يا اخوان اللي هو الاختيار الاول هذا والاختيار الاخير، اما بقية الاختيارات خاصة بالاسماك وقد تكلمنا عنها في الشرح الخاص بصيد الاسماك، فاذا كنت بتعرف كيف تتعامل مع الاسماك تقدر تشوف الشرح الخاص فيها. فخلينا نبدأ الان باول اختيار. طبعا هذا الاختيار يا اخوان بعد ما تدخل على هذا الاختيار راح يفتح لك السوق الخاص ببزنس. طبعا هذه الاشياء كلها خاصه بصيد الحيوانات سواء بريه او بحريه. اللي يهمنا يا اخوان اللي هو السلاح الخاص بصيد الحيوانات البريه لانه كلامنا اليوم عنها، بعد كذا اللي هي الاجهزه اللي تستدعي الحيوانات. طبعا في اكثر من جهاز وفي اكثر من حيوان زي ما انتم شايفين، فكل جهاز له حيوان خاص فيه في طريقه الاستدعاء. انا راح اطبق على هذا الجهاز لكن انت تقدر تنفذ نفس الخطوات على جميع الحيوانات وانت ومجهودك في صيد الحيوانات. فعشان كذا انا اشتريت الان الجهاز الاول واشتريت السلاح فقط، لكن انت اذا كنت بتصيد بقيه الحيوانات تقدر تشتري الاجهزه الخاصه فيهم وتطبق نفس الخطوات اللي راح نطبقها في هذا الفيديو. طيب برضو في معلومه اخيره بحاول اني اختمها عند شخصيه بزنس عشان بعدين ما عاد نرجع لشخصيه بزنس ونختم الفيديو بشكل سريع. اللي يهمنا يا اخوان اللي هو الاختيار الاخير. هذا الاختيار لما تدخل عليه راح تظهر لك هذه الاختيارات زي ما انتم شايفين. هذه عبارة عن اشياء بسيطة تعطي لمسة جمالية داخل السفينة الفضائية الخاصة فيك، فانت مجرد ما تصيد مجموعة من الحيوانات تقدر تيجي عند شخصية بزنس وتبدلها بالاشكال الموجودة امامك وتقدر تركبها عندك في السفينة زي الايتان لما تزين السفينة الخاصة فيك. فمثلا عندي هذا المثال، لاحظوا الان اني صايد الان 2 من 5، لو كملت العدد 5 من 5 اقدر اجي واحصل على هذا الشكل اللي هو زي شكل مثلا الفار او السنجاب وغيره زي الحصان وغيره من الحيوانات اللي انتم شايفينها امامكم. فهذه الاشياء برضو تعتبر كزينة تركبها عندك في السفينة الفضائية. عموما الان عرفنا الاختيار الاول وعرفنا الاختيار الاخير. اللي ابغاك الان تسويه انك تدخل على السوق وتشتري الاشياء اللي انا ذكرتها لك. بعد كذا الخطوة الثانية وهي اهم خطوة انك تركبها عندك في الجير، تدخل على اكيوبمنت بعدين ارسنال، بعد كده تنزل على الجير وتركبهم عندك داخل الجير. لاحظوا الان هذا هو السلاح، وبرضه نفس الكلام تركب اللي هو جهاز الاستدعاء الخاص بالحيوانات اللي انت اشتريتهم. طيب بعد ما انتهينا الان من هذه الخطوات راح ندخل عالم فورتونا. طبعا انا راح ادخل على وضعية السولو زي ما انتم شايفين، وخلونا نبدأ. طيب يا اخوان زي ما انتم شايفين دخلنا الان عالم فورتونا. اول شغله لازم تعرف انه في شخصيات مهمه جدا تقدر تستفيد منها بالصيد، زي الشخصيات اللي تختفي باختصار، شخصيه لوكي، شخصيه ايفارا، شخصيه اوكتافيا، شخصيه اش. الشخصيات اللي تختفي هي انا اشوف انها الافضل في مهمات الصيد عشان تقدر تختفي امام الانمي. وفي معلومه مهمه جدا لازم تعرفها انه الحيوانات اللي انت تبغى تصيدها لو حست باي اثر سواء منك او من اي انمي موجود في المنطقه ما راح تطلع لك نهائيا، فبالتالي راح تتعب حتى انك تصيدها. لكن اذا كان في حولك مجموعه من الانمي حاول انك تقتلهم باسرع وقت ممكن عشان تقدر تصيد الحيوان هذا بكل سهوله. فالان عرفنا الشخصيات وعرفنا الاشياء اللي لازم تنتبه لها قبل مهمه الصيد. الخطوه اللي بعد كذا ادخل على الجير واختار السلاح اللي انت تبغى تستخدمه في الصيد. زي ما انتم شايفين الان طلعت لي الادوات الخاصه بالصيد، اضغط الان على الزر R1 وعلق على زر المربع. لاحظوا الان اختار الجهاز اللي انا راح استدعي فيه الحيوان. لو بغير الجهاز اضغط على زر المربع وعلق عليه، فبالتالي راح تظهر لي جميع الاجهزه اللي انا ابغى استخدمها في الصيد. فهمتوا كيف الطريقه؟ فالان انت اختار الجهاز اللي تبغاه والطريقه اللي تبغى تصيد فيها. اول شيء اختار الان السلاح، بعد كذا افتح الخريطه. طبعا علق على السهم بالاعلى عشان تفتح معك الخريطه بهذا الشكل، لو ما علقت راح تفتح معك الخريطه بهذا الشكل فبالتالي راح تتعب، لكن علق على السهم بالاعلى عشان تفتح معك الخريطه بالشكل واضح وسهل. فهمتوا؟
طيب بعد ما تفتح الخريطة لازم يكون السلاح الخاص بالصيد في يدك، هذه لازم تكون قاعدة في رأسك. ثاني شيء راح تظهر لك علامات للحيوانات اللي انت تبغى تصيدهم. لاحظوا الآن هنا في حيوان زي ما انتم شايفين، لو حطيت عليه علامة الآن راح توضح المنطقة اللي هو فيها. نشوف الحين حيوان ثاني هنا، لاحظوا الآن في واحد ثاني شايفينه، نفس الكلام. تقدر تدور في جميع الخريطة فبالتالي راح تلقى مجموعة من الحيوانات منتثرة. شوف هنا الآن في حيوان، وانت ومجهودك طبعا في عملية الصيد، فانت الآن عرفت كيف تحدد المواقع الخاصة فيهم. طيب الحين عرفنا كيف نستخدم السلاح، عرفنا كيف نستخدم او نحدد مواقع الحيوانات، خلونا الحين نشوف اي واحد من الحيوانات هذه ونروح نصيده. فمثلا انا راح اختار هذا الحيوان، راح احط عليه علامة الآن وانطلق. زي ما انتم شايفين العلامة الحين 1100 متر، فأنا رايح الآن لما أوصل إن شاء الله بكمل معاكم. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين وصلنا المنطقة هذه، طبعا المنطقة هذه مليانة إنمي الله يستر. عموما يطلع لك الآن زر المربع، اضغط عليه، بعد كده راح يظهر لك الآثار الخاصة بالحيوانات. شوفوا الآن شوفوا هذه هي الآثار، فلازم الحين نتبعها. صراحة أتوقع هنا راح ألقى مجموعة كبيرة من الأنمي، لكن الله يستر. طيب الآثار اختفت، معقولة من تحت الطريق؟ نشوف. ما في هنا أي شيء، خلينا أرجع مرة ثانية وأتأكد. طيب هذه هي الآثار زي ما أنتم شايفين. هنا اختفت، معقولة نزل أسفل؟ طبعا هي متعة الصيد في المطاردة، يعني كيف انك تقدر تصيد الحيوان هذا، تستمتع كذا في الحركة هذه، فيها نوع من المتعة. لكن الآثار زي ما انتم شايفين هنا بدأت تختفي معايا، راح ادور عليها. وين رحت انا؟ طيب شوفوا الحين الاثار اللي لقيناها، ليش لقيتها يا شباب؟ لاني دخلت الدائره الصفراء اللي محدد فيها في انمي قدامي زي ما انتم شايفين. خلوني اقتلهم بس عشان اعرف اركز. طيب الحين نرجع للآثار. ايوه هذه هي الآثار شايفينها. طبعا انت لازم تتبع الآثار الخاصة بالحيوانات، بعد كده راح توصلك عند هذا الشكل. شايفين الشكل الموجود بالأسفل هذا؟ هذه العلامة. والله انمي كثير هنا، مشكلة كبيرة صراحة. خلوني اقتلهم بعدين نكمل. باقي واحد. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب الحين هذه هي الاثار اللي راح توصلنا لها، اثار رجول نفس الحيوانات اللي احنا نبغى نصيدها. المطلوب الحين انك تستدعيهم. لاحظوا الان انا الان قاعد استخدم الجهاز الخاص بالصيد وقاعد انادي عليهم، لازم الحيوان يرد عليك. شوف الحين قاعد استخدم نفس الجهاز. طبعا كرر العملية حتى انه يرد عليك.
ايوه سمعتوا. الحين بختبي، اشوف لي مكان اقدر اختبي فيه. خلينا نشوف الحين. شايفينهم؟ ما شاء الله هيليوس يصور. طيب شايفينهم؟ هذولهم الحيوانات. طبعا جو ثلاثة زي ما انتم شايفين، واحد هنا بالأسفل واحد هناك محشور بين الحجار. خليني بس أمسك الاثنين اللي هنا. ايش شافوني؟ لا 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 تقول لي شافوني. طيب خليني أصيد هذا. كويس في واحد هنا. تعال تعال تعال، وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ حلو. بس غريبة كيف شافوني؟ مستحيل. أيوة هذولا، هذولا هم المخربين، هذولا هم المخربين. عموما هذا هو شباب الحيوان الأول زي ما أنتم شايفين. تمام. نشوف هنا الحيوان الثاني برضه، هنا في واحد ثاني صدته. وين خلينا نقتل ذولا دقيقة بس. طيب قتلنا هذولا، خلينا نشوف الحين وين الحيوان الثاني، لأني صدت واحد كان هنا محشور في الحجار. وين مكانه بالضبط؟ أنا راح أطلع فوق، أنا كنت هنا واقف. أيوه هو هنا في هذا المكان، هذا هو. شايفين كيف؟ الحين كذا صدنا اثنين بكل سهولة. I'll be sure to take extra special care of our new friend. Yes, I will, lovely. طيب الحين يا شباب زي ما انتم شايفين يعني قدرنا الحمد لله نصيد اثنين في هجمة واحدة. I see this one needs medical attention and soon. You got them to me just in time. I'll see to this immediately. طيب معنى كلامه يعني باختصار يبغاكم ترجعوا عنده عشان انكم تقدروا تبدلوا الحيوانات بالاشياء اللي تكلمنا عنها في بداية هذا الشرح. فالان شفتوا يا اخوان طريقة الصيد، طريقة ممتعة تغير لك الجو كامل عن القتال والانمي ومشاكله، فانت راح تستمتع فيها كثير. في انواع كثيره من الحيوانات تقدر انك تصيدهم وتستمتع في اللعبه. فاتمنى تكون يا اخوان المعلومات الخاصه بصيد الحيوانات واضحه لكم، واتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بالطريقه الصحيحه. واكرر واقول يا اخوان افضل شخصيه في صيد الحيوانات هي شخصيه ايفارا، عشان تقدر تنوم الحيوانات اذا جو بيشردوا تقدر تنومهم وتلحقهم وتقتلهم. فلاحظوا الان انا قتلت اثنين او صدت اثنين، ممكن مع ايفارا تقدر تصيد اكثر من كذا وانت ومجهودك في مهمات الصيد. اتمنى تكونوا استمتعتوا يا اخوان معي في هذا الفيديو. لا تنسوا يا اخوان دعم القناه من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا اخوان نشر الفيديوهات، وباذن الله نحن ننزل مقاطع اكثر واكثر في لعبه وور فريم. بالتوفيق يا شباب.